الخامس الهبة والعطية، يملك بالقبض ويحرم الرجوع فيها. الخامس من الأموال التي تحصل من غير عوض الهبة والعطية، وجمع بينهما المؤلف رحمه الله إما لكونه عدها مترادفة فذكر الهبة والعطية عطفا للمترادفات، وإما أن يكون عطف العطية على الهبة من باب عطف العام الخاص على العام. وبعض العلماء يقول الهبة والعطية كلاهما بمعنى واحد، ويخص بعضهم الهبة بالتبرع بالمال حال الحياة أو هبة إعطاء المال حال الحياة، وأما العطية بالتبرع بالمال في مرض الموت المخوف، وأما الهبة فهي التبرع بالمال حال الصحة. وعلى كل حال الفقهاء جروا على التفريق بين العطية والهبة، فخصوا العطية بالتبرع بالمال في مرض الموت المخوف، وأما الهبة فتشمل التبرع بالمال في حال الصحة وكذلك في حال المرض غير المخوف وكذلك في المال في المرض المخوف إذا لم يمت منه، فكل هذه تندرج ضمن أحكام الهبة. قال رحمه الله يملك بالقبض، يعني الهبة والعطية يملكها الموهوب والمعطى بقبضها، فالباء هنا للسببية أي بسبب القبض، أو أنها للمعية وهي أي مع القبض ومصاحبة القبض. قال ويحرم الرجوع فيها أي يحرم على المعطي والواهب أن يرجع فيها.